قناة فرنسية خاصة عندها برنامج باش تبثوا 3 مارس الحصة متاعه باش تكون حول تونس. العنوان متاع الحصة باش يكون تونس بين الفقر والديكتاتورية خطوات كبيرة إلى الوراء. شنو رأيك في العنوان الساعة؟ نحب نقول لك حاجة اللي رسوا دو بيرسون معناها لا ديموكراسي على فرانسيز. الديمقراطية اللي حطتها فرنسا ناخذ مثالنا في الحرب الفلسطينية. العمال بالخارج ممنوع عليهم باش يخرجوا ويساندوا الفلسطينيين. هذه ايش تسميها، ديكتاتورية ولا ديمقراطية؟ دون ان بيي كي سابيل لا فرانس اي كي في غني لا ديموكراسي، سا سي اون ديكتاتور بيور اي سامبل. اول باب. ثاني باب، إذا كان هما يحبوا ينهتوا لو ريجيم اكتويل في تونس لهنا، ورئيس قيس سعيد، إي سو ترومب بوكو، على خاطر الراجل اللي تونتران دو فير دو نيتوايي البلاد من المافيا اللي نهبت الفلوس نتاع البلاد، بوندون أون ديزان داني، بلو دون ديزان داني، أون ديكتاتور نتاع النهضة وأتباعها، إيزون رويني لو بيي. دونك يلزم الشعب التونسي يفهم اللي احنا الحاله اللي نعيشوا فيها توا صحيح صعيبه، مي سي لو ريزولتا دو 10 سنه، نتاع 10 سنين واكثر من 10 سنين، معناها من اللي نهبوا البلاد والتعويضات اللي خذوها واللي خذوها الاخوان وغير الاخوان والشيوعيين وغير الشيوعيين. إذا شفت الوضع العام، هل صحيح أن هناك خطوات كبيرة إلى الوراء كما يقول العنوان نتاع البرنامج، وهل صحيح أنه راجعين بالتوالي ماناش ماشيين نحو الأحسن؟ لا بالعكس، احنا ماشيين إلى أحسن. علاش ماشيين إلى أحسن؟ على خاطر قاعد يعمل في النيتواياج بالكارشير. أخي شكون عملها لنا احنا الفقر والديكتاتورية؟ ما هي فرنسا. إي هكا هو. ما نجم نقول كانك. فما ديكتاتورية في بلادنا؟ وانت مواطن تونسي؟ لا لا, لا 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 احنا تو عشناها الديكتاتوريه ومشات على روحها، واحنا تو في مرحله جديده، وان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله الجاي خير. ثم ايضا خطوات كبيره الى الوراء كما يقول العنوان، والا ماشيين نحو الافضل وقاعده تتحسن؟ لا ماشيين نحو الافضل، شويه صبر وكهو، قدره ربي لا باس. يعني متفائل، ثم امل؟ متفائل وبقدره ربي. السيد الرئيس هذايا مش نايم باش نقول الشيء هذايا، تونس كل بالجماعه معاه وماشي نحو الافضل، لانه الوحيد اللي قاعد يخدم بنيه وبصدق وبنظافه. العنوان هذا فيه تشويه لبلادنا حسب رايك؟ فيه تحامل كبير على بلادنا؟ بالطبيعه اخي، هما فاش جايين يعملوا؟ هما جايين يرجعوا فينا التالي. اذا كانت قناه فرنساويه تجي، مش اخي شكونها هي باش تجي تقيم تونس ولا تجي، فهمتني؟ تونس برجالها بنساها باولادها بشبابها، ما الناس مستحقين باش هما يوضونا احنا باش نعملوا ولا لا. احنا توا صحيح متلزين وصحيح، اما ماشيين نحو الافضل ان شاء الله. القنوات الكل الاجنبيه تفهم، وخاصه توا على تونس فهمتني، اعطيهم يبثوا الاشاعات الفارغه، الاشاعات ضد تونس، بربي تلاقيها في رواحهم، هما تلهاو في رواحهم الناس هذيا، تلهاو في رواحهم. رانا انا من صوتي هذايا يترجم روح، رانا لبس علينا، رانا عنا رئيس صنديد واضح، ابعدونا وقيلونا اش تحبوا عنا، تحبونا تحت ساقكم؟ جاري قالكم لا والف لا والف لا، نموتوا بالفقر كما قال قيس سعيد، وما نمدش يدي ليكم وتعطيوني بالكونغوت وقت حاشي، فهمتني؟ نقطر لك وقت حاشيش. لا، تونس بحول الله بخير وتلهوا في رواحكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، احنا لا عنا لا فقر ولا عنا للوراء، احنا ماشي للأمام بإذن الله، ماشي للأمام. أنا شخصيا كمواطن تونسي أصيل لهذه البلد، راه غدوة خير من اليوم، غدوة راه فيه خير من اليوم، وننظر بنظرة معناها إيجابية. علاش هالنظرة السلبية هذه؟ هما حطموا بلدانهم وحطموا أفكارهم وحطموا، احنا جينا مش حطمونا احنا هالقنوات هذه، ما أنزل بها الله من سلطان عليه.
الحمد لله ونعم بالله. كل إنسان ثم اليسر والعسر، الحياة هي كلها أحلو ومر، والإنسان يلزم يمشي هو عاطفة وعقل، ما يلزمش الإنسان يغلب العاطفة على العقل. العقل أعطاهونا الله سبحانه وتعالى، الكائن الحي العاقل هو الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعطاه رسالة باش يقوم بهالبلاد هذية والشعب هذايا باش يمشي به للأمام. ما راش يعني كون لا عنا ديكتاتورية ولا عنا معناها فقر، الحمد لله رب العالمين. الإنسان اللي أعطاه الرب يعرف كيفاش يتصرف فيه، ما ثماش فقر والحمد لله ونعم بالله. أنت تمشي يعني ربما أنت ما تمشيش أماني نمشي معناها الأعماق في تونس ونشوفهم الناس اللي معناها ساكنين معناها في أماكن في الريف، لكن مقتنعين باللي أعطاه لهم ربي وصابرين والحمد لله رب العالمين. من العنوان كما قالوا مرقته بين عشاه، هذا مهاجم صريح ساعة يلعب نمره 9. أنا كمواطن بسيط مانيش معناتها مثقف برشا، هذا تحامل أول حاجة، وهجوم من أكلة القصعة. أكلة القصعة ما تعرفوهم، باهي شدوا 13 سنة ما لقاوش بلاصتهم، توا كلهم مش يتحدوا الكل باش يهاجموا النظام اللي موجود توا، وإن شاء الله يكون النظام هذا ما يخلي لهمش فرصة حتى كيما فصل، ويلزمهم يتحاكموا. وفرنسا هذه راهي كارثة، أنا كان جيت كيما رئيس الجمهورية ولا عندي سلطة ما تحوس حتى كرهبة فرنسيس وحتى شركة فرنساوية، حيومات كرهبة هي فرنسية، فرنسا دولة متخلفة راهو برشا ما يعرفوهاش، هي اللغة نتاعها 17 عالمين، احنا كنتكلموا توا بالعربية عندنا فونتاج كبير ياسر عليه. وهما الجماعة هذوما بشتى الوسائل بالقنوات بالاحتجاجات كلهم أكلة القصح، كلهم القاوش هنا ما ياكلوا. علاش سيد الرئيس ربي يفضلوا ربي يخليهم صح لهم كما نقولوا، واحنا بكلمتنا العامية العربية. هل هناك ديكتاتورية في بلادنا كما جاء في العنوان هذايا؟ هل بالحق انه بلادنا راجعة بخطوات كبيرة إلى الوراء؟ لا إله إلا الله، الرئيس يسبوا فيهم الصباح لليل ويتجمعوا ويتظاهروا ويحبوا ياكلوا القصعة وما يشبعوش من القصعة، وقال لك ديكتاتورية. عاد هكايا ديكتاتورية، عاد أنا ما لقينا حتى هما اللي دخلوا للحبس مازال صابر عليهم، أنا واحد من الناس كمواطن بسيط ما نصبرش عليهم كيما صبر عليهم الرئيس، ويسبوا فيه ويعملوا في بلاتوات وقنوات تسب وتنتقد وما يلزمهاش في القانون ربما، ويا ربي تسامحني، ما يلزمهاش توجد في مجتمعنا حضاري كيما قنوات يجيبوا فيها ناس معناتها مرتزقة مدفوعي الأجر باش يعمل يعني آخر قرار أخذاه بالنسبة للزوال كإنسان معناتها بسيط، إلغاء المناولة هذه في القطاع العام، عصابات المناولة هذه. هو الرئيس فاتته حاجة هكي ديما نحبوها ترانسبرانس، ما نحبوهوش يكور كما الاسبرانس، نحبوه شفاف. إلغاء المناولة ترسيم الأربعين سنة، اللي فوت الأربعين سنة فهمتني يعملوا كونترات أكل وسيط هذاك العصابة دي. توا تلموا العلماء بتاع تونس توا واللجان باش كيفاش حقه يتركوا فيه. يا رئيس الجمهورية راهو اللجان هذه راه ما همش صراحة، راه تتخذ وتولي فيها مشكلة، ويقولوا لهم رمشوا للرئيس، ما عمل كيما البنان ما راك برمشي للرئيس، زيت الحاكم برمشي للحاكم، نحاها الرئيس المنال برمشي للرئيس، ما تخلي لهمش فرصة. هذه في الحاجات البسيطة اللي نفهمها أنا كمواطن، حاجات الكبيرة المليارات ويسرق والبترول والدنيا تبارك الله عليك سيد الرئيس، خليك الوطنيين معاك ومباشرة وخذ ديسيزيون تنفيذ متاع القرار. صار العنوان اللي انت قلتهم لي ديكتاتورية وليلة الوراء والوحدة بث فرنسوية، هذا كله غلط. صعولا فماش ديكتاتورية هنا في تونس، وما فماش الرجوع للوراء، لا سبيل إليه. ربي بعث لنا بشر باش يحيينا وباش نحلوا عينينا على كل شيء. كنا 10 سنين ولا 11 سنة مغمضين عينينا والناس ساكلنا في الحملة، هذا يا ربي بعث لنا بشر باش ما عندنا حيانا، وكيف يقول لك شجرة وصبوا فيها الماء بشوية بشوية بشوية. احنا كيف
20 سنة فرنسا 20 سنة عملت الريفوليسيون بلوتو عملت ريفوليسيون قعدت 20 سنة باش رجعت بشوية بشوية. احنا يلزم البشر المواطن التونسي يلزم يصبر بشوية بشوية هاكم من توا بدينا ما عندنا رجعوا في السولات وبالواحد وما عندها فما بورسنتاج الرجع ما عندها واحد خبير في الاقتصاد ما عندها قال ما عندها فما ما يقارب 65% ولا 70% تاع رجوع الواحد. ولهذا يلزم الانسان يستنى مش قالوا لا ما فماش خبز ما فماش حليب ما فماش درا شنو ما درا شنو بشويه بشويه فما ايامات ما فماش حليب هاك ورجع الحليب تاع العطار كنت قبل نقول له ما عنديش كل ما نروح من المغرب يقول اش تاخذ هز الحليب موجود الحليب موجود السكر موجود كل شيء. الانسان يصبر بشويه بشويه تونس ماشيه لقدام بالخطوه خطوه ويعطيه الصحه وقاعد يدور من بلاصه لبلاصه ونسمع فما حاجه فما انديفو في سوسيتي ولا في اوفيس يمشي ويقلب معينيه اكثر شيء من الجامع اللي عنده من 2011 تقريبا ولا قداش مسكر مشى ولا ديسيدي ما عنده وقال لهم باش يتصلح. إذا العنوان هذا فيه تشويه لتونس فيه تحامل كبير على الدولة التونسية؟ والله شكون شي يشوه تونس؟ كل شي البشر نتاعنا احنا راه أما إن واحدة تلفزيون إترانجير ما يهمناش منها ما يهمناش منها. أنت عايش في تونس ماكش عايش لا في فرنسا لا في أمريكا ولا في الواحد في أمريكا هيك تحارب في العرب شنو أكثر من أمور أمريكا ما تهمنيش تهمني تونس. تونس صحية تونس هذاك عايشين فيها وهي ناكلوا منها الخبز ويعطيهم الصحة للواحد فما كلك مينيستر كلك مينيستر اللي معناتها فيهم وعليهم وفما اللي ناس تخدم مثلا كيما دام جبال نتاع الفينانس نتاع الواحد قاعدين يخدموا ليل ونهار معناتها كيما الرئيس معناتها يدور في النهار ويدور في الليل من بلاصة لبلاصة معناتها فريمون معناتها يعطيه الصحة وربي يشدوا صحة البلدان.